فين العائد اللي جاي لمصر من العملة الصعبة؟ العملة الصعبة احنا عندنا عوائد كتير، وانا بختص يعني الحاجة اللي انا بركز عليها شوية هي التصدير، تصدير المنتج. يعني انا عايز اقول كلمة كده يعني ايه بالبلدي، قولها، شوف المصدر نفسه في ايه واعمله له من غير ما تراجعه، شوف ازاي تسهل له انه ينتج الكم بتاعه، لانه مش هيعرف يصدر اصلا الا اذا كان عنده ماس برودكشن او انتاج كمي كبير يغطي بيه عنده فائض، عنده فائض يعني يغطي السوق المحلي ويقدر يغطي السوق، وعنده تكلفه اقل، لانه كل ما هيعمل تكلفه اكبر كل ما هتقل تكلفه الوحده، كل ما هيعرف ينافس بره. واحنا اعتقد ان احنا واصلين لارقام في العمله بتاعتنا على حتى السعر الرسمي اللي في البنك اللي هو 30 او 31 ده رقم مغري جدا حتى للمنتج اللي بيخرج بره. فهي المشكله ان احنا عندنا لسه في حته الحقيقه مضايقه المنتج جوه مصر، هو ان في جزء من انتاجه مستورد، مكونات انتاج، مكون انتاج. كان برضو فخامه الرئيس كان قال من فتره ان احنا مكونات الانتاج يبقى لها حسابات تانيه خالص. نعم، انت بتتكلم مع واحد بينتج عشان يكفي سوق محلي فيخليك ما تستوردش، وده اللي حصل في الجزء الاولاني من السنه عندنا بعد التعليمات دي على طول. ايوه، حصل عندنا ان الانتاج المحلي غطى بكتير على الاستيراد، اثرت معانا فتره قصيره، ولكن بعد كده البنوك بدأت تقلل 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 لغاية تقريبا منعت، ما بدأت ما يبقاش فيه خالص، مفيش مكون، مفيش مكون، وده بيعمل أزمة، فبيعمل أزمة بطالة، فبتمشي ناس من عندك، غير تمشي بيعلي السعر جدا أو بيعلي السعر، يعني الناس بتشتكي من أسعار في كل حاجة.